السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم جولة في شوارع الإسكندرية. موعدنا اليوم جولة في منطقة كرموز. منطقة كرموز من أقدم المناطق في الإسكندرية. الدراسات تقول إن الإسكندرية القديمة عندما قام الإسكندر الأكبر بافتتاحها وبناء مدينة الإسكندرية سنة 332 قبل الميلاد، الإسكندرية كانت عبارة عن قرية صغيرة اسمها راقودة ومنطقة جزيرة فاروس. وراقودة هي المنطقة الحالية لكرموز، وفاروس هي المنطقة ما بين قلعة قايتباي إلى راس التين في منطقة بحري. فكرموز من أقدم المناطق في الإسكندرية. كرموز مشهورة بمنطقة مسجد جامع سلطان ومنطقة عمود السواري ومقابر كوم الشقافة ومنطقة غيط العنب. هنعرف تفاصيل الأماكن دي. أولا جامع سلطان ومسجد مشهور. من المسجد ده كانت بتخرج منه الجنازات وتذهب الجنازات إلى مقابر العمود، والأمر ده ظل لمدة سنوات كثيرة. ولكن الآن مسجد العمري هو المكان اللي بتخرج منه الجنازات لتذهب إلى مقابر العمود. مين هو الشيخ سلطان؟ الشيخ سلطان هو الشيخ أحمد سلطان اللي اتولد سنة 1783 ومات سنة اتولد سنة 1783 وجاء مصر سنة 1808 وظل فيها مدة طويلة. وكان مذهبه مالكي، يعني على مذهب الإمام والفقيه مالك بن أنس، وكان بيدرس القرآن والسنة، وأيضا كان يعمل في الإدارة المالية في عصر محمد علي باشا. ومنطقة كرموز كانت منطقة مليانة بالعلماء والرجال الصالحين، فكان فيها سيدي يوسف الشاذلي وأيضا سيدي الحبشي. دلوقتي هنتكلم عن منطقة عمود السواري ومقابر كوم الشقافة. عمود السواري كان معبد قديم في العصر الروماني كان اسمه السرابيوم، واتبنى سنة 292 ميلادية احتفالا بقدوم الامبراطور الروماني دق لادينيوس. مقابر كوم الشقافة كانت مقابر موجودة أيضا في العصر الروماني. منطقة غيط العنب من المناطق القديمة في كرموز، والسنوات الأخيرة نجد أن الحكومة المصرية وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية للجيش تهتم بيها وتقوم بتحويل هذه المنطقة من مناطق يعني سكنية قديمة، وتقوم بتطوير المناطق السكنية القديمة وتجعلها مشاريع جديدة ومنطقة سكنية تليق بالسكان. فتم القضاء على العشوائيات والمخالفات للمباني في منطقة غيط العنب، وتحولت جزء كبير من منطقة غيط العنب إلى مناطق سكنية تليق بالناس.
ما فيش عشوائيات. أيضا لا ننسى سوق الساعة، وهو من أشهر الأسواق في منطقة كرموز. سوق الساعة بنشتري فيه الأقمشة والمفروشات. وإلى اللقاء في لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.